سعيد، نحن شغلتنا بتبين حلوة من برا، بس إذا تركتني بكرة أو اللي بعده بتوقعني بورطة، وإذا جاي مشان تتسلى بتتعب كتير. لا لا، أنا ما بدي أتسلى، بدي أشتغل عن جد. أنا محتاج للمصاري. 300 باليوم غير البقشيش، هيك تمام؟ ايه طبعا أكيد. إمتى رح تبلش؟ فورا إذا بدك. موافق، يلا مبروك عليك. شكرا كتير لك. وهلأ كزبون اشرب آخر شفة بهالكاسة، بعدين روح لورا البار. ماشي. سلام. ما حبيت أعمل فضيحة وإجيت بس آخر مرة، أخذت المصاري، ليش اتصلت فيني اليوم؟ المصاري مو كل شيء. احكي لي شو مشكلتك؟ ما بدي ضل ساعة عم اطلع بخلقتك. من الآخر تراجعت عن اللي اتفقنا عليه، فهمتي؟ بدك تتركيها لسوزان بحالها، وهي وقت اللي بدها تترك البيت وبتروح. أنت مجنون شي؟ شو حكينا نحنا؟ مو أنت بدك هالبنت تروح على أزمير لعندكن؟ راجعة هي. فهمت القصة، هاي البنت قدرت تخدعك أنت كمان. حاجتك بقى، إذا رح تضايقيها لسوزان أنا رح ضايقك كمان، وفورا بروح بحكي لجوزك إنك اتفقتي معي لتقلعي سوزان من البيت وخليتيني اشتكي عليه للشرطة. مستحيل تقله، ما فيك تطلع بوش سامي من خوفك منه. ايه جربي وشوفي، بالله جربي. قديه بدك لتسكت؟ لقيمة مو لقيمة، أنا زعلت على كنتكم. وأنا كمان. والأستاذ سامي بيكون زعلان كتير. صفاء؟ نعم. أنت بتحبي شي لابن عمي سامي؟ ليش؟ لأنك طول الوقت بتضلك عم تحكي عنه. لا يعني، بس بصراحة هو عنده حياة كتير حلوة، عنده سيارة وعنده محل وزنجيل. تعرفي شو؟ أنا ما رح أتزوج واحد فقير لو شو ما صار. سلام. مرحبا. الحقيقة كنت مارق من هون وصدفت طلعتي على طلعتكن. بالله شو هالصدفة الحلوة. يلا اطلعوا معي خليني وصلكن بطريقي. ما في داعي، شبكي بدك تركبي بالباص، يلا طلعي خليه يوصلنا بطريقه. يلا سوزان يلا. حدا منكم يقعد جنبي، هيك بيفكروني شوفيركم. بدروس الأدب لهلا بيخلوكم تحفظوا أوزان الشعر؟ مع الأسف. عم يضيعوا لكم وقتكم. الواحد شو بيستفيد بحياته من أوزان الشعر ليحفظها؟ شو بده يكون فحص قبول الجامعة غير هيك؟ وبعد الفحص بتنسوهن. دراستنا كلها بتعتمد على الحفظ بأمريكا. الدراسة ممتعة كتير وكمان عملية كتير. سوزان شوفي هاد اليخت شو حلو، طلعي طلعي. كتير حلو فعلا. لحظة، حابين تطلعوا رحلة بالبحر؟ ليش ما قلتوا لي من قبل؟ بأورتو كيفي عندي رفيق من كم يوم بس اشترى يخت جديد، ومنشان يحتفل فيه عامل حفلة، بتحبوا منروح سوا؟ ما في لزوم، خلاص غير مرة. هلأ انتي ليش ما بدك تروحي؟ والله انا ما عندي مانع خليل بيك. خليل برات الشغل هلأ. انت شو رايك سوزان؟ قبل ما تعتم الدنيا ممكن. اي بس الحفله ما بتصير بالنهار. يلا سوزان وافقي، منلاقي لهم شي حجه. ماشي خلاص بشوف. ماشي. اهلين وسهلين، تفضلوا. سوزان ما اجت؟ لا لسه ما اجت. اهلين وسهلين. شو انت ليش امتي من تختك شاهيناز؟ شو ما بتحتاجي أمينة بتجيب لك يا لعندك. أوه من زمان قامت من تختها وطلعت من البيت كمان. يا بنتي أنت عم تفكري تقتلي حالك شي؟ ليش عم تعملي هيك؟ ما عم تديري بالك على حالك بنقو. طلعت تمشيت شوي بابا. يا ريت ما سمعت كلامك وضليت بالبيت. سامي لا تخاف علي، أنا منيحة. شاهيناز، نحن الاثنين فقدنا شي كان غالي علينا كتير. بدي روح على المطبخ مشان اطفي تحت الاكل.
شكرا كثير على التوصيلة وعزيمة اليخت. ولو يا صفاء. بشوفك بكرة سوزان. ايه؟ تعرفي كثير زعلت على سامي ومرته؟ أنا قصدي على خسارته ولا ابنهم. مقهور كثير، وشه ما كان بيتفسر. معناتها هي الأبوة. قبل ما تشوف الولد تتعلق فيه. إيه، وأنا كمان نزلت كثير على سامي. وعلى شاهيناز زوجته طبعاً. أنا بشفق عليها. ما أنا ما بتشفق علي ولا بتحبني. سوزان أنت منيحة؟ سوزان؟ ما بعرف ليش بتكرهني كل هالكره. تعرف لو ما سامي عم يحميني ويداريني كانت رمتني من البيت من زمان. تمام خلص اهدي شوي. شوفي إذا بدك منوقف هون لتروقي شوي بعدين بتروحي، موافقة؟ اتفقنا؟ لا بقى تبكي. بيكون عندها درس إضافي اليوم يا ابني، لا تضغط كتير على البنات. بلا ما وصلك لجوا مشان ما حدا يشوف انك جاي معي. شكرا كثير خليل. ضلت حكي ماشي وما بدي شي غيره. تصبح على خير. وانت بخير. كثير هيك صار لازم شوف وينها. الموبايل بالسيارة، رح جيبه وارجع. مساء الخير، كيفك سامي؟ مساء الخيرات. أنا راح علي الباص، استنيت لحتى إجا اللي بعده بس علقنا بالعجقة وتأخرت. بس لو خبرتينا ما كان انشغل بالنا. مو قصدي، ما عاد رح هيدا. دقيقة استني. هاي الصورة لقيتها بمكتب خليل اليوم. بصراحة ما كنت بعرف إنك صاحبي هالقد أنت وخليل لحتى تتصوري جنبه. ما أنا هيك أصلاً. هداك اليوم إجيت لعندكن على المحل أشوفك أنا وصفا، وكان في مصور فرنسي اسمه يمكن أدريان، هيك بتذكر كان عم يصور للكتالوج. إيه. قال لي خليني أخذ لك كم صورة لحدد المكان اللي بدي صور فيه، وأصر علي. طبعاً أنا أول شيء ما قبلت وقلت لا، بس لأنه كانت معي صفا وخالته نورة ما حكيت شيء وتصورت. طيب وليش أخذ لك صورة أنت وخليل؟ بعد ما خلصنا تصوير كنا مجتمعين كلنا، فقلنا تعالوا لأخذ لكم كم صورة سوا، ما حكيت شيء أبدا. لك حتى أنا نسياني هالصورة بالمرة. إذا مو مصدقني روح أسأل الخالة نورة. أنا بصدقك، انسي ما في لزوم أسألها. سوزان، منيح ولا سيء شو ما كان يكون، بتقدري تحكي لي شو ما بدك؟ عم تفهمي من دون ما تقول، لأنك الشخص الوحيد يلي بوثق فيه باسطنبول. خلينا نفوت. خليهم يعملوا ليلة الحنة عنا. بيصير هون ما بعرف. ليش هون بيت غريب يا بنتي شبكي؟ بعدين زينة مثل أولادي وبحبها كتير. شكرا كتير بابا. مساء الخير. كان عجقة وتأخرت وأنا فايت شفت سامي برا على الباب. كيفك اليوم عمو؟ منيح. أكلتي شي؟ أكلت، سكتت جوعتي شوي. أكيد بتكوني تعبانة، مو مداومة بالمعهد كل النهار؟ بلا. لا تضلي قافلة على حالك، طلعي أحياناً تمشي مع رفقاتك القدمة. شو بيعرفني بتحكي لهم وبتفضفضي اللي جواتك؟ إيه بس أنا ما عندي رفقات قدمة باسطنبول، يعني بس في عندي صفاء وعندي كم رفيقة معي بالمعهد. معقول الواحد بيرمي ماضيه وبينساه بهالسهولة يا روحي؟ بالأول ولا بالآخر بتكون تلتقوا مع بعض. سوزان من وين في إلى ماضي وهي لساتها صغيرة؟ الإنسان على طول ماضي بيحدد له شو رح يعمل بالمستقبل. سامي غلطان الشي؟
إذا هذا الكلام مزبوط معناته سعيد بده يقضي حياته كلها هو عم يلعب ويتسلى.